أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الجمعة 30 يوليو تموز 2021. يمكنك مناقشة بعض القضايا المهمة مع أقربائك. حاول أن تكون محبا ولطيفا في محادثاتك. إذا لم تتمكن من التعامل مع أي موقف فأتركه في الوقت الحالي بدلا من المبالغة فيه. احضر التجمعات في المساء. إذا كنت ترغب في تحسين مزاجك سيكون التركيز على مسائل الإيمان والروحانية مفيدا لك. عاطفيا، سيكون لديك على صحتك أكثر مما يمكن تحمله. يبدو أنك منخرط في شؤون متعددة جنبا إلى جنب مع جدول عمل محموم، وبالتالي عليك التوقف عن عملك الذي سيثبت أنه قاتل لك في المستقبل. حاول أن تكون صادقا ومنفتحا مع شريكك، واستمتع فقط بما لديك عندما يكون لديك. مهنيا، على الرغم من أنك راسخ في مجال عملك فقد تشعر بالقلق في عملك. يمكن أن يبدأ الشعور بالاستياء مما تعرفه الآن في إزعاجك، ومع ذلك سيكون من التهور ترك وظيفتك الآن. هذه المشاعر عابرة، وتتجنب اتخاذ أي قرارات مهنية مهمة اليوم، من حيث من المحتمل أن تكون مضللا. صحيا، اذهب إلى التأمل الروحي والتمارين لتحرير نفسك من الهموم والضغوط النفسية التي كانت سببا كبيرا لمعاناتك. قد يؤدي الالتزام بها إلى تغيير نظرتك إلى الحياة. حتى قم بالتسجيل في باقات اللياقة البدنية، وستجد أن القيام ببعض التمارين المتناغمة أمر فعال وملائم.